حرب أكتوبر المجيدة كانت اختبار حقيقي لقادة الجيش المصري بيثبت مدى قوتهم وقدراتهم، وده اللي قدر يحققه اللواء أركان حرب نوال سعيد الشافعي رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة في حرب 6 أكتوبر، واللي من كتر أهميته في مرة الرئيس السادات اتسأل هنحارب إمتى يا ريس؟ فابتسم السادات وقال اسألوا نوال. ووقتها استخدم أعداء الجيش المصري المقولة دي لإهانة الجيش من غير ما يعرفوا أهمية صاحب الاسم ومكانته. والحقيقة إن الشافعي كان ليه دور كبير في توفير كل الاحتياجات الإدارية واللوجستية والقتالية لكل أفراد القوات المسلحة، كمان قدر يوفر المهمات الخاصة بكل مقاتل، ووفر أكلهم وشربهم والذخيرة والأدوية، ورفع درجة استعداد المستشفيات لاستقبال الجرحى من المعركة. وخليني أقول لكم إن اللواء نوال الشافعي شارك في حروب كتير جداً، منها حرب فلسطين سنة 1948، وكمان العدوان الثلاثي على مصر سنة 56، وحرب اليمن 62، وحرب يونيو 67، وكمان حرب الاستنزاف سنة 1970.